السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا اليوم طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في درس مادة العلوم وهو بعنوان حل أسئلة الكتاب عمل العلم والعلم والتقنية والمجتمع. لدينا اليوم مجموعة من الأسئلة، أتمنى التركيز معي والمشاركة في الإجابة على هذه التساؤلات. استنتج ما أهمية تسجيل البيانات عند جمعها؟ ما أهمية تسجيل البيانات عند جمعها؟ يلا نتشارك في الإجابة على هذا السؤال. لماذا يجب علينا تسجيل البيانات خصوصا إذا كان هذا الموضوع موضوع كبير أو موضوع ذو عدة جوانب أجزاء متعددة؟ يجب علينا فعلا أن نبدأ بتسجيل تلك البيانات، فما أهمية تسجيل البيانات عند جمعها؟ من المهم جدا تسجيل البيانات خصوصا إذا كانت تلك البيانات كبيرة من أجل عدم نسيان تلك البيانات، لأن إذا كانت البيانات كثيرة ربما سننسى أجزاء منها أو بعضا منها، لذلك تسجيل البيانات شيء مهم. أيضا تساعدنا في معرفة البيانات إذا كانت كاملة أو غير كاملة، أو إذا كان بعض البيانات غير صحيح. إذا لماذا نسجل البيانات عند جمعها؟ لكي لا تنسى تلك البيانات، كذلك ربما نحصل على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة. جدا هذا السؤال جميل ورائع، يحتاج إلى شيء من التفكير مع التركيز. قارن بين تحليل البيانات واستخلاص النتائج. يلا نريد أن نعمل مقارنة ما بين تحليل البيانات واستخلاص النتائج. أساعدكم شوي، قلنا قبل قليل أنه لابد من جمع البيانات وكتابتها خصوصا إذا كانت هذه البيانات كبيرة، فلابد من جمعها وكتابتها. طيب لماذا بعد جمع البيانات وكتابتها نقوم بعملية تحليل لتلك البيانات؟ يا سلام عليكم، إذن لابد من تحليل البيانات، وكلمة تحليل البيانات كما تعرفون هو عبارة عن تنظيم تلك البيانات، سواء كان هذا التنظيم في جداول أو في مخططات أو في رسوم بيانية. من أجل ماذا نحلل البيانات؟ يعني نقوم بعملية تنظيمها من أجل استخلاص النتائج بكل دقة وسهولة. خذ على سبيل المثال الرسم البياني اللي موجود قدامي، يلا خلينا نسوي مقارنة بين نسبة تعداد السكان في عام 2000 وفي عام 2004. لاحظوا الآن الفارق، في عام 2000 كان تقريبا 60 مليون، بينما في عام 2004 وصل عدد السكان إلى 68 مليون. إذن من خلال الرسوم البيانية أيضا يمكن الحصول على النتائج بشكل سريع ودقيق، بمعنى آخر استخلاص النتائج. إذن الإجابة تحليل البيانات هو مراجعة البيانات وتنظيمها. لاحظوا كلمة وتنظيمها، أيوة بطريقة منظمة. كيف ننظم تلك البيانات؟ أيوة ننظمها إما في رسوم بيانية كما نرى أو في جداول أو في مخططات، المهم يتم تنظيمها بطريقة نستطيع فهمها، ثم نستخدم هذه البيانات للاستنتاجات واستخلاص النتائج حول سؤال أو مسألة معينة وضع لها عدة فرضيات لنرى هل تلك البيانات تؤيد تلك الفرضيات أم تنفيها. سؤال آخر، وضح فوائد تجنب التحيز في التجارب. لاحظ كلمة تجنب التحيز، يعني ما نتحيز عندما نضع أو عندما نقوم بعمل تجربة. من يقول لي أول ما معنى التحيز قبل البدء في الإجابة؟ ما معنى تحيز؟ يجب أن نتجنب التحيز. ما المقصود بالتحيز؟ أيوة يا سلام عليكم، التحيز كما ذكرنا هو توقع مسبق،
يعني نتوقع مسبقا نتيجة التجربة ثم نبني عليها. طبعا ما يجب علينا أن نتوقع نتيجة التجربة لكي لا تؤثر في نتائج التجربة. إذا ما الفوائد من تجنب التحيز؟ يا سلام عليكم، أيوة، لكي لا تؤثر في دقة أو صحة النتائج التي سنصل إليها بعد القيام بإجراء التجربة. إذا لكي تكون تجاربنا نتائجها دقيقة وتكون أيضا أكثر واقعية، أكثر واقعية. سؤال آخر، حدد لماذا يجمع العلماء المعلومات المعروفة مسبقا عندما يرغبون في حل مشكلة ما؟ يا سلام، هذا السؤال جدا سالم ومميز، لكن ينم عن تفكير عميق في الإجابة عليه. ها، من يعرف لماذا يجمع العلماء المعلومات المعروفة مسبقا؟ يلا خمنوا الإجابة. أيوة، ممكن. إذا يجمع العلماء، أحسنتم، يجمع العلماء المعلومات المعروفة لكي تعتبر نقطة بداية لهم ينطلقون منها، يعني يرون ما الذي قدمه العلماء قبلهم لكي تكون هذه المعلومات عندهم المتوفرة نقطة بداية لاستقصاءاتهم، يعني ما يبدأون من الصفر، لا، يكملون أو يكملون من حيث انتهى العلماء. يا سلام عليكم. إذا عند عمل قائمة بما يعرفونه يحدد العلماء نقطة بداية، يعني من حيث ما انتهى الآخرون يحدد العلماء نقطة بداية لاستقصاءاتهم كسبا للوقت. من المؤكد أن ذلك سيوفر عليهم وقت عند قيامهم بحل مشكلة معينة. أيضا هذا السؤال فعلا مميز وممتاز. يلا لا نحاول أن نتسرع في الإجابة عليه، نركز قليلا. تعرف السبب والنتيجة. إذا تغيرت ثلاثة عوامل، يلا عندي لاحظوا نبات، النبات هذا عندما ينمو فإنه بحاجة إلى ثلاثة أشياء أو ثلاثة عوامل. ما هي هذه العوامل الثلاثة؟ يلا موجودة أمامكم في الصورة. أيوة، ضوء الشمس، يا سلام عليكم. أيضا يحتاج إلى الماء وكذلك التربة، أحسنتم. إذا هذه العوامل الثلاثة يحتاج إليها النبات. الآن إذا تغيرت الثلاثة العوامل في وقت واحد، يعني غيرنا الضوء، كمية الضوء زيادة أو نقص، غيرنا كمية الماء زيادة أو نقص، التربة غيرنا نوعيتها، كل هذه التغييرات في نوع واحد في تجربة ما، فماذا يحدث لدقة وصحة النتائج المستخلصة؟ يلا فكروا معي شوي. اطرحوا على أنفسكم تلك التساؤلات. ماذا لو قللنا الماء، يعني ما أعطينا النبات ماء، ما سقيناه بالماء؟ أو ماذا لو حجبنا الضوء بشكل نهائي عن النبات؟ ها، ما الذي سينتج عن ذلك؟ يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. إذا نقول لو تغيرت العوامل الثلاثة في وقت واحد وتأثر هذا النبات، فلن نستطيع معرفة أي العوامل أدى إلى ذلك الأثر. هل نقص الماء هو الذي مثلا أعاق نمو النبات، أم نقص الضوء هو الذي أعاق؟ لأن كلها كانت في وقت واحد، كلها تغيرت الثلاث العوامل في وقت واحد. إذا ما هو الصح؟ أيوة، ندرس أثر كل واحد أو كل عامل من هذه العوامل لوحده لكي نرى نتيجة ذلك التغير في ذلك العامل. لو كانت في وقت واحد لن نستطيع تحديد أي العوامل هو الذي أثر على تلك النباتات. إذا ستكون النتائج مشكوك في صحتها. نعم، ما ندري أي عامل هو صاحب ذلك الأثر، وبالتالي لن يمكننا تحديد سبب التغير إذا كان من متغير معين أو حدث ذلك بسبب تغيرات مشتركة. لابد عند القيام بمثل هذه التجربة أن نثبت عاملين ثم نغير في عامل لكي نرى أثره، وبعد أن ننتهي من ذلك العامل نغير في عامل آخر لأيضا نرى أثره على النبات
كمثال طبعا، هنا لدينا كمثال. ايوه يا سلام عليكم. ايضا سؤال اخر ينمي عندكم القدرة على التفكير. فعلا نحتاج بعض الاسئلة الى قدرة على التفكير، لازم ننمي هذه المهارة اللي هي مهارة التفكير، تفكير ناقد. فسر فسر يعني وضح. اذا اضفت مضادين حيويين مختلفين، يلا عندي هنا عينة ألف وضعنا فيها مضاد حيوي، وعينة باء أيضا وضعنا فيها مضاد حيوي بس إنه يختلف عن الموجود في العينة ألف. بينما العينة الضابطة لم نضف إليها أي مضاد حيوي. السؤال الآن، إذا أضفنا مضادين حيويين مختلفين إلى عينتين من البكتيريا كلا على حدة، يعني كل واحد لوحده، عينة ألف وعينة باء، ولم تضيف مضادات حيوية إلى العينة الضابطة، يعني هذه العينة ما وضعنا فيها أي مضاد حيوي، فنمت عينتا البكتيريا، يعني البكتيريا معرضة لنفس الظروف من درجة حرارة وضوء ومواد غذائية، فنمت عينتا البكتيريا في الظروف نفسها، فكيف يمكن أن تفسر نتائجك؟ يلا ركزوا معي شوي خلينا اساعدكم. العينة الضابطة وضعنا فيها محلول يساعد على نمو البكتيريا، كذلك نفس هذا المحلول اللي في العينة الضابطة وضعناه في العينة ألف وكذلك في العينة باء. اللهم أننا أضفنا فقط إلى العينة ألف والعينة باء مضادين حيويين مختلفين وتركناهما فترة من الزمن. السؤال الآن، كيف ظهرت البكتيريا في العينة ألف ولم تظهر في العينة باء؟ طبعا العينة الضابطة ستظهر لا شك في ذلك لأننا لم نضيف إليها أي مضاد حيوي. أيوة، ممكن نقول عدم ظهور البكتيريا في العينة باء يعني أن المضاد الحيوي كان قاتلا بالنسبة لها، يعني مؤثرا فيها، فبالتالي لم تستطع البكتيريا النمو هنا، بينما البكتيريا في العينة ألف نمت لأن المضاد الحيوي كان غير مؤثر. معنى ذلك أن المضاد الحيوي ألف لم يكن له تأثير على البكتيريا وبالتالي نمت، بينما المضاد الحيوي الذي كان في العينة باء نجح في القضاء عليها. طبعا علشان نتأكد أن هذا الكلام صحيح أو أن كلا المضادين أحدهما مؤثر والآخر غير مؤثر، يجب إعادة هذه التجربة عدة مرات علشان نتأكد من هذه النتائج. طيب هذا السؤال في رياضيات شوي يحتاج إلى دقة ملاحظة، يلا ركزوا معي. طبعا الرسوم البيانية ورسم العلاقات جدا مهمة وتساعدنا بشكل كبير في معرفة الحقائق والتوصل إلى النتائج. هذا كمثال نربط مادة العلوم بمادة الرياضيات. خلينا نقرأ السؤال ثم نحاول الإجابة. قام فريق من الطلاب بقياس عدد بذور الفجل، يعني أخذوا عدد من بذور الفجل التي تنبت خلال 10 أيام، يعني يمكن أن تنمو خلال 10 أيام. في هذا النشاط تم إنبات المجموعة الضابطة في درجة حرارة 20 درجة سيليسيوس، يعني أخذوا مجموعة من البذور ونمت خلال 10 أيام وسموه هذه المجموعة الضابطة. ما مقدار الزيادة في إنبات بذور المجموعة التجريبية على بذور المجموعة الضابطة بناء على الرسم البياني؟ يعني أخذوا بذور أخرى وزرعوها لكنها كانت في ظروف تختلف تماما عن الظروف الموجودة في المجموعة الضابطة. السؤال الآن، ما مقدار الزيادة، لاحظوا البذور اللي هي حقت المجموعة الضابطة أشرنا لها باللون الأزرق، البذور اللي استخدموها الطلاب كتجربة سموها المجموعة التجريبية نمت بشكل أكبر واضح وعطوها اللون الأصفر. الآن نبغى نعرف مقدار الزيادة. يلا شوفوا على مدار 10 أيام، هذه الأيام زاد إنبات البذور بشكل واضح وكبير لكن اختلفت سرعة الإنبات. علشان نصل إلى الحل، يلا أنا بساعدكم.
شوفوا لي متوسط الأيام اللي هو في اليوم الخامس، يعني بالشكل هذا. في اليوم الخامس البذور الموجودة في المجموعة الضابطة كم بذرة نبتت؟ يا سلام عليكم، 20، هذا قدامنا 20. طيب في نفس اليوم كم بذرة في المجموعة التجريبية نبتت اللي معطينا باللون الأصفر، يعني بالشكل هذا، تقريبا 40. أيوة لاحظوا 40. طيب كم الفرق، بكم زادت الآن من 20 إلى 40، يعني بكم زادت؟ يا سلام عليكم، زادت 20. إذن عدد البذور اللي زادت أو نمت في المجموعة التجريبية هي 20 بذرة، لأن من 20 إلى 40 الفرق بينها 20. يا سلام عليكم، تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس. آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم، حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.